عبارة عن صحوة تاع وعي لشهدائنا وليابطال، لأن أصبحنا لا نخاف، لأن كنا نخاف، كنا جبناء كامل الصراحة، كنا لا نذكر أبطالنا إلا في ديارنا أو بين جدران، وأصبحنا اليوم نستشهد بهم ونجعلهم عبرة لشبابنا. والشيء الذي أسلج صدري اليوم أن هناك كثير والأكثرية من الشباب الذين يجهلون تاريخ الحركة الوطنية، لأن تاريخ الحركة الوطنية كان يمثل في شخص، كان يختصر في شخص هو برقيبة، وما بعد برقيبة ليس هناك تاريخ ولا قبله تاريخ. كهو الحزب العام التونسي بارك الله فيه كانت منا بادرة طيبة ياسر، ليش؟ لأن شعرنا اليوم لنا الحرية كاملة مش نتحدث لا على أشخاص، احنا لم نكن مثلا ناس نتحدث عن المبادئ التي دعتها أولئك للقيام بواجبهم مش يكونوا لنا عبر لشبابنا، أنهم لا يخشون الحق وأن الوطن فوق كل شيء. هؤلاء ماتوا لم يكونوا كما مرتزقة، بل هم أشرف ناس، لأنهم لم يأتوا لمطالب شخصية، لم يأتوا لأن يجبون وراء حكم ولا غيره، بدليل هم أبناء شعب هذه. ولذا كانت بادرة طيبة ياسر، وإن كان كثير من لم يذكروا منهم، عبد العزيز العكري الله يرحمه أول شهيد وأول من واجه بورقيبة وصرح بأنه جهوي وأنه استغل ثروات تونسية لبناء مدينة معينة وبناء قصور، وكان من جمل ما يصرح بالقيب بمعنى كأنه يسخر من الشعب، يقول يرد على عبد العزيز العاكم، يقول يا أخينا عندما أقابل المولى جل وعلا سأخذ القصر معايا، بينما عبد العزيز العاكم قال له في قفصة أنت تبني في القصور وتبني في الديار مثلا، بينما في قفصة الذباب كأنه زوج وهو طايب. معروف لذا هؤلاء عندنا في شهداء في مدينة قفصة وفي جهة قفصة شهداء لا يعد. الأزر الشهيدي أيضا شبيه، لأنه كان مناظر لماذا لم يذكر اسمه، وغير حسين الحاج كثر لأن كان ضحية تاع مؤامرة حسين الحاج. لازم تفسر لنا شيء المؤامرة. المؤامرة لأن حبكت من حبكت من إنسان ما زال موجود الآن، دعاه وكان في شعبة في تونس رئيس شعبة، ودعاه ليتغدى معه، ثم أوعز الجماعة وقال وأعطى لهم صفات، قال سيأتي إنسان ربما سيغتربني يلبس جبة، هو نعرف ويسكن معايا وقتا، يلبس جبة وصفاته كذا وكذا، وفعلا الآخر جاء يسأل لأن أعطاه السداد، قال ستجد الشارع أمام المقهى الفلاني في حي في النجاح. جاء يسأل أين دار فلان، فما كان من جماعة شعبة إلا أن طبقوا، وكان معه مسدس، وكان وهو والمسدس هذا دائما في جانبي لأن هبط من جبل، كان يسكن معايا أنا في الصباغين في تونس، فأخذ وعذب 40 يوم. ولذا خرج حسين العاجي ناخذ، ثم التحق بالثورة بعد صلاح بن يوسف، لأن كان يعتقد أنه سيجازى، لأن قام لأن كان من المجاهدين الأوائل، فإذا به يعذب وين في الحزب، ولذا انقم على الحزب ورجالاته. هذه الذكرى لعملية قفصة 80 حبينا نعمل جملة من الإشارات، لولا أنه حزب العمال لا يميز بين المناضلين والشهداء، الشهداء هم على ذات الأهمية بالنسبة لنا. الثانية هو أنه حبينا هالملف هذا المسكوت عنه حتى هذا الوقت، حتى بعد ثورة تحدثش الناس على عملية قفصة 80، حبينا نمضوا عليه الغبرة ونعيد طرح هذا الموضوع على الساحة السياسية جهويا ووطنيا. وأنا كما قلت قبيلة هذه بداية لطرح هذا الموضوع في زوايا ومناسبات قادمة تكون تليق بمقام مناضلين كبار كيما عز الدين شريف وكيما المرغني وكيما الساكري وكيما كل رفاقهم.